مشاهدينا الأعزاء، برحب بكم من جديد وبرحب بنجم حلقتنا وموسيقارنا الكبير هاني مهنا. أهلا وسهلا اهلا بيك بحضرتك، يا فندم. اهلا كل سنة وسهلا، وحضرتك كل طيب. سنه وحضرتك طيبه قوي. احنا النهاردة احنا بنحتفل بقدوم أعياد الربيع، وقلنا لهم احنا معانا بوكيه، طبعا بوكيه فن. طبعا طبعا طبعا، شرف كبير وجودك معانا الحقيقي. الله يخليك. احنا في عمق طبعا الاسراء والمعراج، وفي نفس الوقت دخول الربيع ده وعيد الام والحاجات الجميله اللي عشناها دي سنوات طويله، يعني الحمد لله. ليها ذكريات كتير معانا طبعا اكيد اكيد أعياد اكيد. الربيع. حابين نبدأ مع حضرتك بقى، يوم احترافك للموسيقى هو الأحلى ولا أول يوم كنت فيه فرقة موسيقية؟ لا، الاحتراف طبعا الاول، يعني لما اشتغلت مع راح الفنان العظيم فريد الاطرش، عزفت معاه اكورديون في الربيع، والحفله كلها كانت من الحانه، سواء سعاد محمد بتغني بقى عايز تنساني، سواء فهد بلان ما اقدرش على كده، محمد رشدي يا شريه، كل الحفله من الحان فريد الاطرش. وكنت عندي ساعتها 16 ونص، يعني ما كملتش 17 سنه، لسه في الثانوي يعني. فدي كانت النواه، مع ان قبل منه اشتغلت مع الفنانه تحيه كايوكا، كانت بتعيد مسرحياتها حاره الشرفه وهو تبتوته وشفيه القبطيه، كنت برقصها في الفصل الثاني لمده ربع ساعه، واشتغلت مع شكوكو قبليها وكده. انما فريد اول حفله كبيره في سينما قصر النيل كانت هي للربيع. لا استاذ فريد، ليه معاك ذكريات كبيره. انا عزفت معاه كورديون وبعدين اورج لحد اخر حفله في حياته، كنا في بسين علي في بيروت اخر مره يغني. اشتغلت برضو حضرتك مع ام كلثوم وعبد طبعا الحليم، طبعا، في ووردة ذكريات. ونجاة وفايزة وكل يعني لا الرموز. انا اقصد في ايام حلوه معينه ايوه، تفتكرها مع كل واحد فيهم، في موقف حصل مع كل واحد فيهم، يا حاجات كتير قوي يعني. يعني يعني مثلا زي حليم موقف سمعت يعني العصفورة، العصفورة العصفورة قالت لك الأكورديون اللي السيدة أم كلثوم جابته لك على لا نفقة الدولة، لا قالوا لا، ده الأورج خرجتهولي من الجمارك، يعني أنا فاكر إن ده أو طلعت إشاعة كانت، إن هي جابته لحضرتك على نفقة الدولة. لا 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 لا، الدولة نفذت طلبها. أم كلثوم كانت أيقونة، مش بس يعني رئيس أكاديمية الغناء في مصر، كانوا بيحبوها جدا، إن كانت بتعمل حاجات للدولة عظيمة، يعني طبعا المجهود الحربي وقطار الرحمة وحاجات دي، وتتبرع بالجواهر بتاعتها كذا المجهود الحربي، يعني كان في علاقة عظيمة جدا بين أم كلثوم وبين الإدارة المصرية صراحة. صحيح. فلما اتحجز الأورج بتاعي أنا جايبه عشان أشتغل معاه ليلة حب، كان عندي أورج صغير كده، قلت اجيب الكبير بقى، جبته من بيروت، فحجزوه في المطار وطلبوا مني 7